عادت أسعار النفط إلى الارتفاع اليوم بعد أن هوت بنسبة 5% أمس نتيجة قيام المتعاملين بالبيع لجني الأرباح بعد صعود الأسبوع الماضي. نلقي نظرة على سعر خام برنت الذي كان قد قلص من المكاسب ولكن يبقى في المنطقة الخضراء، ارتفاع ب 10% ما دون $50، $49.92. سعر الخام الأمريكي الخفيف أيضا يسجل مكاسب ب 20% إلى $47.20. للمزيد حول أسواق النفط ينضم إلينا من دبي المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد الصبان. دكتور صبان، أهلا بك على سكاي نيوز عربية. يعني أوبك متفائلة وهناك تصريحات من مجموعة من المسؤولين في منطقة الخليج تتوقع زيادة الطلب على نفط أوبك، وتقول إن الأسعار وصلت إلى قاعها، ولكن وكالة الطاقة الدولية ما زالت تحذر من تخمة المعروض واستمرار هذه التخمة لعام على الأقل. ما رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كسعودي من دولة منتجة للنفط أتمنى فعلا أن تكون توقعات منظمة الأوبك صحيحة، ولكن أجد أن إحصائيات منظمة الأوبك ومسؤولي الأوبك فيها كثير من التفاؤل مبني على الواقع. الواقع في يحكي بأن الفائض النفطي يزيد عن 2.5 مليون برميل يوميا، وهذه كمية مرشحة للزيادة العام القادم نتيجة لدخول النفط الإيراني، مزيد من النفط الإيراني وأيضا مزيد من النفط العراقي وغيره من منتجي دول الأوبك. التضخيم الذي تذكره الأوبك بالنسبة لزيادة الطلب أنا لا أتفق معه، لأن أولا الاقتصاد العالمي يعاني من تباطؤ، وخاصة بالنسبة لدولة الصين. الصين التوقعات بالنسبة لمعدل النمو فيها انخفض من أكثر من 7 إلى 6.8 حسب إحصائيات صندوق النقد الدولي، وأيضا الاقتصاد الأوروبي بيعاني، وجميع الاقتصاد العالمي متوقع العام القادم أن يحقق معدلات نمو أقل بكثير مما حققته العامين الحالي والسابق. فبالإضافة إلى هذا أن الطلب، المرونة السعرية للطلب العالمي على البترول قد انخفضت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، في العقدين الأخيرة، وذلك لمزيد من تبني إجراءات الترشيد وأيضا التحول إلى مصادر طاقة أخرى. هذه لا أجد أن كثيرين يتحدثون عنها، لأن الفترة التي ارتفعت فيها الأسعار عن مستوى $100 قد أدت إلى تهديم أو هدم الطلب، ماركت ديستركشن، ديماند ديستركشن عفوا. وهذا طبعا بطبيعة الحال واضح تماما أنه بالرغم من أسعار المنخفضة منذ يونيو من العام الماضي لم يتحسن الطلب بالشكل الذي كنا نتصوره. طيب إذن المرونة السعرية منخفضة جدا وبالذات في الفترة القصيرة، وهذا أمر واضح تماما. ما زلنا نسمع عن مشاريع في قطاع الطاقة في منطقة الخليج، وإن يعني اختلفت أشكالها، مصفاة الزور في الكويت، مشروع توليد الكهرباء من طاقة نظيفة في دبي، ومجموعة من المشروعات الأخرى ما زالت تطرح بعكس ما كان متوقعا. كان هناك مخاوف أن يكون هناك إيقاف لعدد من المشاريع في قطاع الطاقة أو وقف الاستثمارات في هذا المجال. كيف تبدو الصورة اليوم؟ في الواقع حتى المملكة العربية السعودية ذكرت بأن استثماراتها في قطاع النفط والغاز ستستمر، ونجد أن هنالك توسع في الطاقة الإنتاجية لكل من الإمارات والكويت. يبدو أن الجميع يبني هذه الاستثمارات على الصورة المتفائلة. الأخت مندوبة الكويت كما ذكرت في لقائها معكم تذكر بأن حجم متزايد من النفط الصخري سيخرج من الأسواق نتيجة لاستمرار ارتفاع التكلفة، وهذا غير صحيح. عدد الحفارات في البداية، عدد الحفارات
ونقصها لا يعني إطلاقا أن الإنتاج سينخفض، بل يعني مزيد من الكفاءة الإنتاجية للحقول القائمة. وأيضا نحن نهمل العامل التقني وتحسنه، وبالذات في دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية. فالنفط الصخري وجد كما أقول دائما ليبقى، وسيستمر في إنتاجه شئنا أم أبينا، ولا بد أن نتحسب لهذه. طيب دكتور، لو سمحت لي هنا بتعليق بسيط، يعني نتحدث عن 1600 منصة في وقت سابق للتنقيب في الولايات المتحدة، أصبحت 600 الآن، يعني الانخفاض كبير لا يستهان به. كل هذا الانخفاض مرده إلى زيادة الكفاءة وتقنيات حديثة، أم أن الأسعار المتدنية بالفعل أخرجت عدد من المنتجين يعني خارج اللعبة؟ هو في كل صناعة نجد أن هنالك منتجين حديين، بمعنى أنه عندما ينخفض السعر عن حد معين يخرج من الأسواق، والعكس صحيح. لكن هؤلاء لا يمثلوا بالنسبة للنفط الصخري أكثر من 20%، و80% لا زالوا يستطيعوا الإنتاج بكفاءة معينة تحت مستوى $50، وهذا ما نلاحظه. إلى الآن لم ينخفض إلا بحدود 80,000 برميل يوميا، بالرغم من الفترة الطويلة التي مرت على الأسعار المنخفضة. والتوقعات بأن يخرج 400,000 برميل يوميا كما تذكر الوكالة غير صحيح، ولا أتوقع أن يكون هذا. الاستثمارات صحيحة القادمة قد تأخذ في الحسبان التوقعات في الأسعار، أسعار النفط في الفترة القادمة، ولذلك قد تتأثر الاستثمارات سواء في النفط التقليدي أو النفط الصخري. لكن حتما ليس من المبكر جدا القول بأن النفط الصخري سيخرج أو النفط الغير التقليدي سيخرج من الأسواق العام القادم. لم يخرج هذا العام ولن يخرج العام القادم. نعم. وهذه يعني واضحة تماما لمن يتابع السوق البترولية بوضوح. شكرا لك من دبي المستشار الاقتصادي والنفطي دكتور محمد الصبان. وتتابعونا معنا ولكن بعد قليل.